إلى موجز أخبار الآن. أعلنت الأمم المتحدة أنها ليست قادرة على إيصال مساعدات إنسانية لمحافظة دير الزور سوريا بعد قطع أحد الطرق بسبب القتال. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المعارك في الريف الغربي جنوب المدينة أدت إلى قطع الطريق الذي لا يستخدم حتى الآن للإمدادات التجارية والإنسانية. وأعرب دوجاريك عن قلق الأمم المتحدة بشأن وضع حوالي 1,000,000 شخص في محافظة دير الزور. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها قدمت مذكرة رسمية لإيران وتركيا تضمنت غلق المنافذ مع الدولتين وإيقاف جميع التعاملات التجارية مع كردستان، فيما شددت على ضرورة أن تتعامل الدولتان الجارتان مع السلطات الاتحادية العراقية وفقاً لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة. أفادت قوات الجيش الوطني بمقتل 11 عنصراً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بمحافظة تعز جنوب صنعاء. وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الألمانية إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في الجبهتين الغربية والشرقية للمحافظة إثر محاولة تسلل الميليشيات الحوثية لمواقع الجيش. أصدرت بلدية مدينة نيو أورلينز الأمريكية أمراً بإخلاء بعض المناطق وفرض حظر تجول قبل وصول العاصفة المدارية نيت. وقال رئيس بلدية نيو أورلينز في مؤتمر صحفي إن حظر تجول سيسري ابتداء من مساء السبت وحتى صباح الأحد. وأعلنت ولايات ألاباما وفلوريدا ولويزيانا وميسيسيبي حالة الطوارئ مع تحرك العاصفة نحو ساحل الخليج الأمريكي بعد أن خلفت 22 قتيلاً على الأقل في أمريكا الوسطى. اعترفت السلطات الأمريكية بأنها لم تنجح حتى الآن في الكشف عن دوافع واضحة لمرتكبي هجوم لاس فيغاس. وقال كيفن ماكماهل نائب قائد شرطة لاس فيغاس للصحفيين أن السلطات الأمريكية حتى الآن لا تملك دافعاً واضحاً أو سبباً للهجوم الذي حدث قبل 5 أيام، ولا تزال السلطات الأمريكية تحاول كشف دوافع ستيفن بادوك الذي أطلق النار الأحد على حشد يحضر حفلاً موسيقياً في لاس فيغاس موقعاً 58 قتيلاً و489 جريحاً، مع أنه لا يمتلك سجلاً إجرامياً. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.